بوم هالو ايفري ون حبايب قلبي جريت تو مكملين مع بعض منهج نكست سكند تيرم. النهارده هنبدا يونت 10. يونت 10 وات از ذا تايتل اوف يونت 10؟ اتس هوم تايم. اتس هوم تايم. اتس هوم تايم. حان وقت المنزل. اتس هوم تايم. نبدا بالفوكاب كلماتنا يا شباب. هاوس house, armchair, armchair, house, armchair, couch, couch, الكنبة أو الأريكة اسمها couch وهناخد لها اسم كمان sofa. يبقى الكنبة اسمها couch أو sofa. wardrobe. بص الدي والار دروب وار دروب دولاب الملابس وار دروب وار دروب. يلا نقولهم كمان مره. هاوس ارم تشير كاوتش وار دروب وار دروب. جميل. عندي كمان كمبيوتر. بص بقول ازاي كم computer. الER اللي في الاخر بعمل لها بوست بطة كده. computer. computer. يلا قول زي كم. computer. cupboard. 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 cupboard اللي هو الدولاب. cupboard. cupboard. picture. picture. في ناس وحشين هتلاقيهم بيقولوا بيكتشر. نو انت تقول بيكتشر. بيكتشر. بيد. كان اي سي بيد؟ نو طبعا الاي صوتها ايه. اقول بيد. بيد. يلا قول معايا تاني. كمبيوتر. كمبيوتر. كابورد. كابورد. بيكتشر. بيكتشر. بيد. Bed. Bed. يلا one more time كلهم معايا كده. House. House. Armchair. Armchair. Couch. Couch. Wardrobe. Wardrobe. Computer. 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 Cupboard. 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 Picture. 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 Bed. Your book, كتابك بقى. Unit 10, it's home time. It's home time. It's home time. هناخد هنا شباب items in the house. Items in the house. Items in the house يعني أشياء في المنزل. Cupboard. 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 ده الدولاب بتاع المطبخ. cupboard. armchair. armchair. wardrobe. wardrobe. computer. كم كم انت ازاي. computer. bed. bed. couch. couch. tv. لما تكتب تي في لازم تي كابيتال في كابيتال. طب ليه؟ عشان دي اختصار لكلمه تلفزيون ولما بنعمل اختصار لازم يبقى بحروف كابيتال. تلفزيون اختصارها تي في. التي كابيتال والفي كابيتال. كيتشن. 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 ليفينج روم. ليفينج روم. بيدروم. بيدروم. بص الدي مع الار در. بيدروم. جميل. نعمل البوب كويز ده مع بعض. هنا نكتب كيتشن. 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 سي اتش اتش. ايوه كيتشن. وهنا بيدروم. اوضه النوم بتاعتي. بيدروم. بيدروم. وعندي هنا
الدولاب بتاع الملابس اسمه wardrobe. اوكي هنا عندي reading، الشاطرين هيسجلوه يبعتوا لي على الواتساب جروب بتاعنا. This is Hannah's house. ايه الابوستروفي اس اللي هنا دي؟ اسمها اس الملكية. اسمها ايه؟ اس الملكية. طيب تعالى مع بعض كده نشوف اس الملكية دي بتعمل ايه. بص يا قلبي، انا لو انا جيت قلت this is Malak's bag. This is Malak's bag. هنا دي شنطة ملك. الأبوستروفي اس دي قلنا اسمها اس الملكية. بتعمل ايه؟ بتخلي اللي بعدها ملك اللي قبلها. بتخلي اللي بعدها ملك اللي قبلها. اهو بقت ايه؟ اللي بعدها باج، بقت ملك مين؟ ملك. ملك باج يعني شنطة ملك. طب انا لو قلت this is Hani's car. This is Hani's car. اس الملكية هتخلي car بتاعت مين؟ بتاعت هاني. يبقى Hani's car يعني عربية هاني، سيارة هاني. لما اقول this is Hannah's house. This is Hannah's house. هنا ابوستروفي اس للملكية، خلت اللي بعدها ملك اللي قبلها، يعني المنزل هنا بتاع هنا. يبقى هنز هاوس يعني منزل هنا. عشان كده في الريدينج هناخد هنا this is Hannah's house. ده منزل هنا. بتقول ايه بقى؟ بتقول this is my house. ده منزلي. I have an armchair. I have يعني أنا أمتلك، أنا عندي، والـ H نشيلها، نقول I have an armchair. أنا عندي كرسي لي مسندين، a couch وكنبة، and a TV. نشيل الدي بتاعت أن، and a TV. In my living room. لازم تتعلم تقول أنا عندي. I have an armchair. A couch. And a TV in my living room. And a TV in my living room. يبقى أنا عندي armchair وcouch وTV، كل ده في living room بتاعتي. My bedroom is small. My bedroom is small. أوضة النوم بتاعتي صغيرة. The kitchen is big. The kitchen is big. The kitchen is big يعني المطبخ كبير. I like my house. أنا بحب منزلي. صاحبتها قالت لها it's a very nice house. It's a very nice house. ده بيت جميل قوي. طيب هنا بقى this is Amira's house. هنا ده منزل أميرة. أميرة بتقول إيه بقى؟ This is my bedroom. دي أوضة النوم بتاعتي. I have a bed. عندي سرير. A computer. وعندي computer. And a wardrobe. وعندي دولاب، خزنة للملابس. There are some toys and box. There are some toys and box in my bedroom. يعني يوجد بعض الألعاب والكتب in my bedroom، في أوضة النوم بتاعتي. صاحبتها قالت لها it's great. ده رائع. هقرأ لك الريدينج مرة على بعضه بقى. This is Hannah's house. This is my house. I have an armchair, a couch and a TV in my living room. My bedroom is small. The kitchen is big. I like my house. It's a very nice house. This is Amira's house. This is my bedroom. I have a bed, a computer and a wardrobe. There are some toys and box in my bedroom. It's great. بص يا جميل بقى، احنا متعودين
نقول حاجة مهمة أو قبل الاسم المفرد لازم أو آن خلي لزقة في اللسان. قبل الاسم المفرد لازم أو آن، وقلنا وآن يعني وان، ما يجوش غير مع المفرد بس. مع الحاجات اللي بتبدأ بكونسوننت ساكن، يعني مثلا عايز أقول كنبة أقول أكاوتش، كرسي أتشير، سرير أباد. لكن اللي بيبدأ بفاول، how many vowels؟ five vowels. What are they؟ A E I O U A E I O U. دول الفاولز الخمسة بتوعنا. لو الاسم المفرد الاسم المفرد السينجلر ناو بدأ بفاول من دول بنحط قبله an يعني one. يعني لو عندي تفاحة واحدة أقول it's an apple. لو عندي فيل واحد أقول it's an elephant. It's an elephant. لو عندي حشرة واحدة أقول it's an insect. لو عندي أخطبوط أقول it's an octopus. لو عندي شمسية أقول it's an umbrella. وعندنا مثلا النهاردة في الدرس بتاعنا armchair. في فرق بين chair الكرسي العادي ده اسمه chair. اسمه ايه؟ chair. لو عايز اشاور عليه بقى ركز معايا عشان هناخد دي بتاعت الغير عاقل بنقول it is، ونختصرها نقول it's. وما ننساش قبل الاسم المفرد لازم نحط او an. يبقى هنا نقول it's a chair. It's a chair. It's a chair. لكن في كرسي تاني بقى اللي هو بيبقى ليه مسندين ده كأنهم درعين كده، ده نقول عليه ايه بقى؟ armchair. 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 يبقى هنا نشاور عليه نقول ايه؟ it's an armchair. مش هينفع نقول بقى لان armchair begins with a vowel، بتبدأ بفاول اللي هو letter A هنا. يبقى هنا نقول it's an armchair. it's an armchair. وقلنا it's دي للمفرد الغير عاقل، اصلها كان اسمها it is واختصرناها قلنا it's. اوكي؟ يعني تشاور على اي حاجه غير عاقل مفرد بايتس دي. يعني اقول اتس ا فان على المروحه، اتس ا بورد على السبوره، اتس ا بوك على الكتاب. اوكي جميل. طيب انا عندي يعني ايف، انا عندي يعني ايه ايف؟ طيب بص بقى، لما يبقى عندي كذا حاجه مع بعض ما اقعدش اقول and and and، لا بعمل ازاي؟ ركز كويس قوي في الحته دي. لو عايز اقول انا عندي كنبه وسرير وكرسي يبقى اقول I have a couch. انا عندي كنبه واروح حاطط كما بعديها وسرير أباد وتلفزيون TV. قبل اخر حاجه بقى نحط اند. يبقى القاعده هنا بتقول ايه في البانكتويشن في علامات الترقيم؟ كما 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 قبل الاخر اند، كما 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 قبل الاخر اند. يبقى عندي كاوتش بيد تي في اند ان ارمتشر، وعندي كرسي بمسندين كمان. لازم تتعلم تقول انا عندي دي ايف، عشان لازم هنا في الدرس ده هتقول عندي كذا وكذا. فمثلا هنا البنت دي بتقول عندي سرير في اوضه نومي، يبقى ايف بيد ان ماي بيدروم. ايف بيد ان ماي بيدروم. البنت دي بتقول انا عندي دولاب، يبقى تقول ايف واردروب. I have a wardrobe. جميل. طيب بص هنا البنت دي بتقول ايه؟ I have a wardrobe. انا عندي دولاب فين؟
in my bedroom في أوضة نومي. والبنوتة دي بتقول I have a cupboard, أنا عندي دولاب. In my kitchen في مطبخي. I have a cupboard in my kitchen. طب number three, الولد ده بيقول I have a computer, I have a computer in my دي أوضة إيه دي؟ living room, غرفة المعيشة. I have a computer in my living room. والولد ده بيقول I have a picture, عندي صورة in my bedroom, عشان دي أوضة النوم. bedroom. I have a picture in my bedroom. نيجي لنمبر 5. البنوتة دي هتقول أنا عندي, يعني I have an armchair, عندي كرسي بمسندين in my bedroom في أوضة نومي. نمبر 6 بتقول I have a couch, عندي كنبة in my living room. يبقى هنا لازم تتعلم تقول أنا عندي الحاجة دي فين. الرايتنج كلماتنا شباب bed. طيب عايز كل كلمة منهم, عايز أقول أنا عندي سرير في أوضة نومي, يبقى أقول إيه؟ I have a bed in my bedroom. I have a bed in my bedroom. عايز أشوف الكلام ده في الهومورك بتاعك. I have a bed in my bedroom. أنا عندي سرير في أوضة نومي. طب يلا couch. أنا دلوقتي عايز أقول إن أنا عندي كنبة في غرفة المعيشة بتاعتي, يبقى أقول I have a couch in my living room. 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 Okay. طيب TV, عايز أقول إن أنا عندي تلفزيون في غرفة المعيشة بتاعتي, يبقى هقول إزاي؟ I have a TV in my living room. 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 Okay. Kitchen. لو عايز أقول إن أنا عندي مطبخ كبير, أقول I have a big kitchen. I have a big kitchen. Oh, عندي مطبخ كبير. I have a big kitchen. دايما نتعود نحفظ الكلمات في جمل, عشان ده أحسن حاجة تخليك تحفظ الكلمة صح. Cupboard. ده دولاب المطبخ. عايز أقول إن أنا عندي دولاب في مطبخي. قول يا علي كده. I have a cupboard. جميل قوي. I have a cupboard. في مطبخي. أشطر علي في الدنيا. I have a cupboard in my kitchen. I have a cupboard in my kitchen. يعني عندي دولاب في مطبخي. طب بص آسر الجميل بقى, هيقول لي أنا عندي كمبيوتر في الليفينج روم بتاعتي. I have a computer في غرفة المعيشة بتاعتي. In my living room. I have a computer in my living room. I have a computer in my living room. ومحدش يقول I have. ما ينفعش نقول I have. نقول I have. I have. يا إما تقول I have. I have a computer. لكن ما تقولش I have. لا تقول I have. I have a computer in my living room. Okay. طب مين يقول لي أنا عندي سرير في أوضة نومي؟ محمد حمد. I have a bed. In my living. لا انا عايزه في اوضه النوم. هيعمل ايه في الليفنج روم السرير؟ ايوه كده. I have a bed in my bedroom. I have a bed in my bedroom.
طب لو عايز اقول ان اوضه النوم بتاعتي كبيره اقول my bedroom is big. My bedroom is big. طب لو اوضه النوم بتاعتي صغيره اقول my bedroom is small. My bedroom is small. My bedroom is small. Okay. Wardrobe. مين الجميل اللي هيقول لي انا عندي دولاب في اوضة نومي؟ منا. انا عندي دولاب يعني ايه؟ I have a wardrobe. فين في اوضة نومي؟ In my bedroom. I have a wardrobe in my bedroom. يعني عندي دولاب في اوضة نومي. I have a wardrobe in my bedroom. طب عايزين نقول ان انا عندي كرسي بمسندين في الليفينج روم بتاعتي. يبقى ناخد بالنا في الحتة دي بالذات. armchair تاخد ان مش ا. يبقى اقول I have an armchair. يلا قول معايا. I have an armchair in my living room. جميل. طيب عايز اقول ان غرفة المعيشة بتاعتي كبيرة. يبقى اقول my living room is big. ها طب لو صغيرة اقول my living room is small. My living room is small. يبقى كبيرة big، صغيرة small. اوكي نقرا كلماتنا مرة تانية يا شباب. bed. couch. TV. Kitchen. Cupboard. Computer. Bedroom. جميل. Wardrobe. الشاطر اللي بينطق جر. Wardrobe. Armchair. Living room. Okay. في البوكلت. Let's read number one. اقرا مالك. Armchair. برافو مالك. Excellent. Armchair. وصل بالarmchair. يلا مؤمن. Number two. House. Good job. وصل بhouse. Match with the house. آسر. Number three. Couch. Excellent. الكنبة. Couch. شعبان. Number four. Wardrobe. الدولاب. Wardrobe. محمد أحمد. Computer. Match with a computer. محمد. Bed. وصل ببد. السرير. أحمد علاء. Could you spell arrow? A double R O W arrow. Juliana, could you spell boat? B O A T boat. يلا منا, could you spell cupboard? C U P D P for pen, وبعدين B for book. O A R D. وننطقها بقى. Cupboard. صورة. Picture. P I C T U R E. Picture. Arrow. Boat. Cupboard.
picture. Supply the missing letters. Give. The missing letter is I. Products. المنتجات. Pro. O. Point. The missing letter is I. Point. Close. O. Close. Close. قلنا يا شباب it's a للمفرد الغير عاقل اشاور على الدولاب اقول it's a cupboard على السرير it's a bed it's an armchair لكن انا امتلك انا عندي تقول I have an armchair I have a computer I have a wardrobe look at this boy I have a wardrobe in my bedroom بيقول انا عندي دولاب في اوضه نوم look at this girl I have a cupboard in my kitchen. بتقول عندي دولاب في مطبخ. Look at this boy, number three. I have a computer in my living room. بيقول عندي computer في living room. Look at this girl. بتقول I have a picture in my bedroom. عندي picture في my bedroom. صورة في أوضة نوم. Look at this boy. I have an armchair. عندي كرسي بمسندين in my bedroom. في أوضة نوم. Look at this girl. I have a couch and the كنبة in my living room. في غرفة المعيشة بتاعت. Now it's time to do this exercise. It's a computer. It's a computer. It's a computer. It's a couch. It's a couch. It's an armchair. لازم نقول N مع اللي بيبدأ بفاول. It's an armchair. It's an armchair. It's an armchair. It's an armchair. It's a bed. It's a bed. هنا translate into English. عايزنا ترجم من العربي للإنجليش بقى. إنه دولاب ملابس. قلنا إنه دي اللي هي إيه؟ It's. وقلنا دولاب الملابس اسمه إيه؟ Cupboard ولا wardrobe؟ Wardrobe. It's a 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 wardrobe. هنا إنه computer يبقى أقول it's a computer. It's a computer. It's a computer. لازم الجملة تبدأ بحرف capital وتنتهي بفول stop. ونوسع المسافة بين الكلمة والكلمة كده عشان يبقى خط جميل. It's a computer. خدنا it's a wardrobe و it's a computer. لكن أنا أمتلك بقى قلنا يعني إيه؟ I have أو نقول I have. طب هنا بيقول أنا أمتلك سرير يبقى I have a. I have a bed. I have a bed. أنا عندي سرير. طب فين هو؟ في أوضة نومي يبقى إيه؟ In my bedroom, I have a bed. In my bedroom, I have a bed. In my bedroom. هنا إنه أو إنها دي قلنا بنقول it's. طيب الأريكة أو الكنبة دي نقول it's a couch. It's a couch. ممكن اقول عليها ايه كمان it's a sofa هنا بيقول انا امتلك قلنا انا امتلك او انا عندي دي يعني ايه I have طب الكرسي بدراعين ده نقول armchair من غير a ولا an ولا a armchair ولا an armchair an
an armature قبل الاسم المفرد لازم a او an و armature بتبدأ ب vowel يبقى لازم نقول قبلها an. I have an armature عندي كرسي بدرعين او مسندين في غرفة المعيشة بتاعتي يبقى in my living room. I have an armature in my living room. I have an armchair in my living room. في كتابنا بقى it is a computer, it is an armchair. Which one? Computer. It is a computer. It is a bed, it is a cupboard. It is a cupboard. There are some toys. There are some books. There are some toys. I have a bed in my bedroom. I have a computer in my bedroom. I have a bed in my bedroom. Read, order, and write. محتاجين هنا نرتب الجمل دي. قلنا أنا عندي دولاب يبقى أقول إيه؟ I have a cupboard. 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 Number two, عايز أقول يوجد بعض الكتب. There are some books. There are some books. وسع المسافة بين الكلمة والكلمة. مش عايز الكلمات لازقة في بعضها. There are some books. تعود دايما زي ما بنقول دايما. الجملة تبدأ بحرف كابيتال آخرها full stop أو period نقطة. It is my bedroom. It is my bedroom. It is my bedroom. It is my bedroom. This is an armchair. This is an armchair. This is an armchair. This is an armchair. Look, read, and write. There is a TV. TV. There is a TV. This is my bedroom. This is my bedroom. دول هتاخدهم homework. عندك لحد page 148. عايز بقى نتعلم مع بعض كده تكتب لي paragraph في الهومورك. My home. بسيب حتة فاضية في الشمال كده بقى واقول ايه اتكلم عن نفسي. هقول hello. My name's واقول اسمي بقى hello my name is وتكتب اسمك واقوله حرف capital. I'm in grade 2 انا في سنة تانية. I'm in grade 2 انا في سنة تانية. I'm in grade 2. I have a big house. أنا عندي بيت كبير. I have a big house. I have a big house. عندي منزل كبير. عندي عايز أقول ثلاث أوض نوم يبقى أقول I have three bedrooms. I have three bedrooms. عندي ثلاث أوض نوم. I have three bedrooms.
عندي غرفة معيشة كبيرة. أقول I have a big living room. I have a big living room. I have a big living room. عندي غرفة معيشة كبيرة. I have a big living room. عايز أقول عندي مطبخ كبير. I have a big kitchen. 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 عايز أقول عندي حمامين بقى. I have two bathrooms. I have two bathrooms. I have two bathrooms. عندي حمامين. I have two bathrooms. يلا بقى نقول عندي ايه في كل مكان. عايز اقول ان انا عندي دولاب في مطبخي، يبقى اقول I have a cupboard in my kitchen. I have a cupboard in my kitchen. I have a cupboard in my kitchen. طيب عايز اقول ان انا عندي سرير في اوضة نومي، يبقى اقول I have a bed in my bedroom. 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 عايز اقول انا عندي كنبة في اوضة نومي، يبقى I have a couch in my bedroom. I have a couch in my bedroom. عندي كنبة في اوضة نومي. I have a couch in my bedroom. طب عندي تلفزيون في غرفة المعيشة بتاعتي. I have a TV. In my living room. TV تتعمل T capital وال V capital، عشان قلنا اختصار للتلفزيون والاختصار بيتعمل بحروف capital. I have a TV in my living room. I have a TV in my living room. لو عايز اقول بقى ان انا عندي كرسي بمسندين في الليفينج روم بتاعتي، هقول I have an armchair. I have an armchair. لازم دي قبلها ان عشان مفرد بيبدأ بفاول. I have an armchair in my living room. I have an armchair in my living room. I have an armchair in my living room. طب لو انا عايز اقول عندي بعض الالعاب في اوضة نومي، يبقى اقول I have some toys. I have some toys. يعني عندي بعض الالعاب. I have some toys in my bedroom. في أوضة نومي. I have some toys in my bedroom. يبقى كده اتعلمت اقول ايه
الحاجات اللي عندي. عايزك تكتب لي بقى عن بيتك كده, اوصف لي الحاجات اللي في بيتك برضو في الهومورك في الباراجراف الجميل, وتحفظ لي كلماتك كويس وتبعت لي الريدنج على الجروب على الواتساب. مستني الشاطرين بقى كده. Our session has come to the end, and when we finish we always say goodbye. I love you.